عايزه اعرف من قررت تمثلي عملوا ايه؟ لا هو طبعا ده كان مرفوض رفض كامل وبت ونهائي، يعني ما في جدل بالموضوع، وما مثلتش ودخلت معهد فنون مسرحيه غير بعد وفاه بابا الله يرحمه، وبعديها ماما طردتني من البيت لما انا اخذت القرار ده. طردتك؟ اخ واحد كان موقفه ايه لما قررت تمثلي؟ اخويا سمير راح على امريكا وطفش. زعل قوي. زعل لما سمع انت بتقولي كده؟ زعل. راح امريكا وزعل وقال لي انا مش عايزه اعرفك، ويعني ايه وسط فني وكله مشاكل وانت بتحطيني في حاله.